ما حكم الاشتراك في شراء سيارة بالأجل؟ ما حكم الاشتراك في شراء سيارة بالأجل على شكل أقساط شهرية؟ في شراء سيارة إيش؟ بالأجل. بالأجل على شكل أقساط شهرية، ويشترك في تقسيطها المشتركين مع أن السيارة باسم أحدهم، ثم يبيعون السيارة. ما أدري وش السؤال هذا، أنت يختلط صوتك بالميكروفون. نعم نعم. يقول السائل: ما حكم الاشتراك في شراء سيارة بالأجل؟ بالأجل على شكل أقساط شهرية. نعم. ويشترك في تقسيطها المشتركين. يشترك نعم في التقسيط المشتركون. نعم نعم. مع أن السيارة باسم أحدهم، ثم يبيعون السيارة ويقتسمون المبلغ على حسب النسبة. نعم. أصل الاشتراك في شراء سيارة أو غيره لا بأس فيه، يشترك جماعة ويشترون سيارة أو بيت أو بستان أو غير ذلك، ويجعلونه باسمهم، ما يجعلونه باسم واحد، يجعلونه باسمهم، اسم المشترين يذكر. أما أنه يشتريها بصورة أنه واحد وهم جماعة ويكتمون على البائع، هذا لا يجوز، هذا غرر. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: يشترونه جميع باسمهم جميع، ويدفعون ثمنها على أقساط، ثم يبيعونها، وإذا ربحت يتقاسمون الربح، ما في مانع بهذه الصورة. أما أنه يشتريها واحد وهناك شركاء مخفيون لا يدرى عنهم، هذا غرر. نعم.